أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. سوف نذهب اليوم مرة أخرى إلى الأقصى، إلى القدس، حيث بلغت الاعتداءات وتجاوزت اللحم إلى العظم. أيضا هذا الاعتداء لا بد من قراءته. لماذا؟ لماذا بهذه الصيرورة؟ لماذا يتجهون إلى هذا التصعيد؟ ماذا يريدون من المسجد الأقصى؟ جانب آخر، الحكومة الأردنية تقوم بسحب سفيرنا من فلسطين المحتلة. الخطوة، تداعياتها، كيف يمكن أن نبني عليها؟ كيف يمكن أن يتلقاها الإسرائيلي؟ كيف يمكن أن نفهمها؟ كيف يمكن أن يكون ما يليها خطوات أخرى؟ إذن اليوم سوف نذهب ونبحث التصعيد وتداعياته وما جرى في الأقصى. وأرحب بضيفين كريمين علينا، سعادة الدكتور عساف الشوبكي النائب البرلمان الأردني والإعلامي المعروف، أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. وأرحب أيضا بضيفي الأستاذ زياد الحسن وهو باحث مقدسي، وسينضم إلينا أيضا ثلة من الضيوف ربما هنا وهناك للحديث عن كثير من هذه المواضيع المتعلقة بذلك. أبدأ معك دكتور عساف، الحكومة ربما طالبتم في البرلمان أكثر من مرة اسحبوا السفير، لا بد من خطوة، لا بد من مواجهة الإسرائيلي في أكثر من ملف. اليوم الحكومة تقوم باستدعاء سفيرنا من تل أبيب، كيف ترى الخطوة؟ كيف تقيمها؟ وهل يمكن أن تعني أو أن نقول أننا بدأنا نرى انعطافة في الموقف الأردني؟ كيف ترى؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، يعني هذا عدو متغطرس ولا يفهم إلا لغة القوة، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. أيضا فيما يتعلق بالحكومة وفيما يتعلق بمجلس النواب، ثبت صحة وجهة نظرنا التي تحدثنا عنها أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان، وطالبنا في لقاءات وفي مذكرات نيابية بسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني، وأيضا بطرد السفير الصهيوني من عمان. الآن تثبت صحة وجهة نظرنا بعد أن تغطرس هذا المعتدي ووصل إلى خطوط حمراء، وأقصد هنا وصل إلى الخط الأحمر اللي هو المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف. بالنسبة لنا في الأردن، المسجد الأقصى عنوان كبير، عنوان عقدي وعنوان وجداني وعنوان عاطفي وعنوان تاريخي. رضعنا هذا العنوان ونحترم هذا العنوان، ويوميا نتعامل مع هذا العنوان ونفتدي الأقصى والمقدسات بالمهج والأرواح. لا نقول هذا كلاما بل نقوله فعلا. بالنسبة للخطوة الأردنية بسحب سفيرنا من الكيان الصهيوني، أنا أعتقد إنها خطوة إيجابية من الحكومة، ولا بد من البناء عليها ولا بد من تعزيزها، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الحدث. ما زال أمام الحكومة حتى تتصالح مع نفسها وتتصالح مع الشعب، ما زال أمامها أن تطرد السفير الصهيوني من العاصمة الأردنية الحبيبة عمان. نعم، إذن هناك ربما المزيد، وسوف يعني نتحدث عن هذه الخيارات المطروحة. أستاذ زياد، وأنت باحث مقدسي، أولا يعني قبل أن أتحدث، يعني قطعا أن هناك شيء مؤلم حرك الأردن، يعني الاعتداءات مستمرة على الباحات منذ فترة، وكان هناك يعني مواقف أردنية دائما يلتزم بالتصريحات، لكن حدثنا الآن، ما الذي ذهب بالأردن إلى هذا المستوى ربما من التصعيد؟ أين وصل الإسرائيلي في اعتداءاته؟ يعني أريد أن أفهم، يعني هل وصل إلى مكان فعلا خطر، يعني خطر على المسجد، على المقدسات، وأنت الخبير بهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحدث المباشر الذي استفز الأردن وأدى إلى سحب السفير هو الدخول، اقتحام المسجد القبلي، حرق المصاحف عند المسجد القبلي، ووصول قنابل الحارقة وقنابل الصوتية وقنابل الغاز إلى المنبر مرة أخرى. نعم، منبر الذي دخل في عام 2007 إلى المسجد مكان المنبر المحترق، منبر صلاح الدين أو منبر نور الدين الذي دخل بعد فتح صلاح الدين الأيوبي. هذا أشعر الأردن بأننا أمام تكرار نفس السيناريو مرة أخرى، أن المسجد سيحرق لكن برعاية رسمية وبوجود رسمي وبغطاء، وأن من سينفذ الحريق كان يعني عمليا جنود الاحتلال. وهذا ما أشعر الأردن أنه لابد من إجابة. ودعني هنا أوضح أمرا، أن
التفريق بين الباحات والمسجد لا أساس له. ما في شيء اسمه باحات المسجد والمسجد. المسجد هو كيان واحد، هو كل متكامل، مساحته 144 ألف متر، كل ما داخل السور الفارق، لأنه مسجد كبير. كان يتعاقب الخلفاء والأمراء على بناء أجزاء منه لأنه مساحته عملاقة 144 ألف متر. فبالتالي ستجد قبة الصخرة قبة منفردة، المقصود منها أن تكون قبة لكل الساحات ولكل الأبنية. وستجد المسجد القبلي مسجدا منفردا بلا مآذن. لماذا؟ لأنه يقصد به أن يكون مصلى. ستجد المآذن على السور لأنه يقصد فيها أن تكون مآذن للسور. إذن المسجد هو كل ما دار عليه السور. بالتالي جزء مما أوصلنا إلى هنا كان التفرقة المضللة والخاطئة بين الساحات وبين المسجد القبلي، وكأن المسجد القبلي هو الأقصى، وكأن الساحات شيء يعني من الممكن الدخول إليه مع أنها تحمل نفس القداسة. وكان واضحا أن من يدخل إلى الساحات لن يطول به الزمن قبل أن يتجرأ على المساحات المبنية من المسجد الأقصى. الآن السؤال التالي، لماذا الآن؟ لماذا الاحتلال في هذه اللحظة قرر أن يصعد إلى هذا المستوى من التصعيد؟ الجواب بشكل أساسي في غزة. فيما حصل الآن هو هناك ثلاث عوامل في الإجابة، لكن العامل الأساسي الذي الآن أدى إلى التصعيد المباشر هو أن القدس، ما يجري في القدس هو محاولة للتعويض عن الفشل في غزة. طيب سنبحثها، ربما سنتحدث عنها يعني حتى نفهمها بشكل مفصل أكثر. أعود لك دكتور عساف فيما يتعلق بهذه الخطوة، باعتقادي أن مجلس النواب تلقاها بالترحيب، كيف ستتعامل معها باعتقادك مجلس النواب؟ اليوم أيضا كان هناك اتصال مع المهندس سعادة المهندس عاطف الطراونة وقال نطالب بطرد السفير من عمان، يعني مجلس النواب باعتقادي أنه سيستفيد من هذه للبناء، كيف ما هو الجو العام الآن في المجلس؟ نعم. قبل افتتاح الدورة العادية الثانية اجتمعنا 14 نائبا ووجهنا رسالة إلى جلالة الملك. هذه الرسالة تحث جلالة الملك أو تطلب من الملك على أن تعمل الحكومة بكل ما أوتيت من قوة للوصول إلى خطوات إيجابية، خطوات ملموسة لحماية المسجد الأقصى والمقدسات وحماية الوصاية الأردنية الهاشمية على هذه المقدسات، سيما وأنه كان هناك اجتماعات للكنيسة الصهيوني لسحب الوصاية الهاشمية من الأردن. وهذه المجموعة من النواب الآن بصدد الذهاب إلى المسجد الأقصى للمرابطة في المسجد الأقصى لشد أزر الإخوة المرابطين المقدسيين والدفاع عن المسجد الأقصى بالأرواح، يعني ما عاد في 14 إحنا بإذن الله سنذهب إلى المسجد الأقصى إذا ما هيئت لنا ظروف السفر، يعني نحن بكل طاقتنا وعلى أهبة الاستعداد بأي لحظة، ليس مجرد موقف سياسي إنما إجراء عملي على الأرض، إجراء عملي على الأرض والسياسة خلف ظهورنا، يعني مش للمنظرة ولا للفشل ولا للاستهلاك الشعبوي أبدا. هذا أنا أعتقد إنه واجب وطني على كل مسؤول سياسي وعلى كل مواطن أردني. علاقتنا إحنا الأردنيين مثل ما قلت لك بالأقصى بالقدس علاقة غير طبيعية، آباؤنا وأجدادنا رووا بدمائهم أسوار المسجد الأقصى وما زالت قبورهم شاهدة على ذلك، ونحن على استعداد لأن نضحي بأرواحنا وبأنفسنا من أجل المسجد الأقصى. لتعلم إسرائيل ويعلم المسؤولون الصهاينة أننا لن نتردد، ونحن في الأردن مثل ما قلت لك في بداية الكلام إنه المسجد الأقصى خط أحمر والاعتداء على المقدسات الإسلامية هناك خط أحمر. أنا باعتقادي إنه لماذا ذهبت إسرائيل إلى ما ذهبت إليه، أنا بقول إنه التردي والانحطاط في الوضع العربي الراهن وصل إلى أسفل درجاته وما غرها لأن تتصرف بهذا التصرف. أنا أقول ما زال عند الأردن أوراق ضاغطة والأردن موقفه قوي، وتحرك الأردن نحو مجلس الأمن وهو عضو في مجلس الأمن أعتقد أنه أيضا نقطة تسجل إلى الحكومة، رغم أني أنا ما بحب أحمد الحكومة بس واقع. يعني هناك حديث عن خطة تصعيدية متكاملة. الشيء الإيجابي يجب أن نعززه ويجب أن نشكره، لكن الحدث أكبر من ذلك بكثير.
أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حشد عربي وإسلامي على الصعيد الشعبي وعلى صعيد المؤسسات الإسلامية والعربية لشد أزر الأردن أيضا في موقفه، اللي ننتظر أن يكون موقف أيضا أكثر قوة من ذلك، وأنا أعتقد أنه الملك يقود هذا الموقف. نعم. وأتمنى أن يستمر هذا الموقف تصاعديا. نعم. وبقوة. صحيح. وبإذن الله سنشهد ربما في الأيام القادمة، أنا أعتقد أنه سنشهد موقفا أخرى. أكثر صلابة يتحد مع الموقف الشعبي في هذا. سنعود للحديث عن الضغوط التي يمكن أن يعني تتوجه إلى الأردن من جهات كثيرة، لكن أعود لك أستاذ زياد، ما الذي يريدونه من المسجد حتى يستغلوا هذه الظروف، سواء انتصار غزة أو ما الذي يريد الإسرائيلي من المسجد؟ يعني المخطط الاستراتيجي ما هو؟ الهدف الاستراتيجي إزالة المسجد وبناء المعبد. إزالة أبدا، واضح الموضوع. بالنسبة لهم بالمناسبة هذا ليس محل اتفاق في الإجراء في العمل يعني. نعم. لكنه محل اتفاق في الاعتقاد. أنه هذا المكان بالنسبة لهم يسمونه هارها بيت، يعني بيت المعبد أو بيت المقدس بالنسبة لهم، وبالتالي عليهم أن يزيلوا المسجد الأقصى بكامل ساحاته بنفس الحدود وأن يوضع المعبد في مكانه. الآن هذا الحلم، هذا المدى البعيد. نعم. بعد مرور حوالي 40 سنة على الاحتلال بحلول سنة 2000 أو حوالي 37 سنة تقريبا، بدأ الشعور بأنه الاحتلال الطويل لم يسعفهم في إزالة المسجد وفي بناء المعبد، وبدأ اليمين المتطرف يصعد أكثر إلى سدة القرار. صحيح. في نفس الوقت. نعم. وبدأ يؤثر على القرار، وبدأ يدخل أجندة بناء المعبد وإزالة المسجد إلى داخل سدة القرار الصهيوني الرسمي الذي كان يدين هذه الأجندة سابقا بالمناسبة. الآن الذي حصل أن هذه الأجندة عندما صعدت بدأوا يفكروا، هل من الممكن إزالة المسجد الأقصى بكامل الأركان؟ لا، مش ممكن. إذن لابد من التفكير باستراتيجية أو بتكتيك يؤدي إلى الوصول إلى هناك. التكتيك الذي اتفقوا عليه هو يسمى موطئ القدم أو التقسيم، بمعنى أن المسجد كان حصريا للمسلمين حتى سنة 2003، لابد على الأقل من إيجاد موطئ قدم لليهود إلى جانب المسلمين، ومن ثم التدرج في الوجود اليهودي وصولا إلى الاقتسام التام. الاقتسام الذي نتحدث عنه بدأ من سنة 2005، وهو نتحدث عن اقتسام زماني ومكاني. الاقتسام الزماني يقصد منه أن يدخل اليهود إلى المسجد بنفس الساعات التي يدخل بها فيها المسلمون إلى المسجد، وأن يدخلوا في أيام أعياد تساوي عدد أيام أعياد المسلمين. المحك هنا هو أنه عندما يدخل المسلم يخرج اليهودي، وبالمقابل عندما يدخل اليهودي يخرج المسلم من المسجد، وهذا سبب إجراءات منع الصلاة ومنع الدخول. نعم. وهذا سبب إجراءات الإعلان، الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه إحنا في رمضان نسهل دخول المصلين، رغم أنه هذا كذب. لماذا يعلن ذلك؟ لكي يعطوا إيحاء أننا نحاول أن نعطي المسلمين حقهم في المسجد في أيامهم المقدسة، وبالتالي بالمقابل يصبح من الواجب إعطاء اليهود حقهم في المسجد في الأيام المقدسة. نعم. وهذا الذي حصل في شهر 9 وفي شهر 10 في عيد العرش، عندما أخرج المسلمون بالكامل من المسجد ومضت حوالي يومين أو ثلاثة متتالية لم يفتح المسجد إلا اليهود. هناك استراتيجية يعني ربما واضحة، استراتيجية تدريجية. هي نتحدث عن استراتيجية مرحلة تتعلق ثم بالتقسيم مكاني ثم ما بعده. جميل. اسمحوا لنا نأخذ بس هذا الاتصال. معنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور أنيس قاسم، الخبير في القانون الدولي. دكتور أنيس، مساء الخير. مساء الخير. يعني كخبير قانون دولي، وربما أنت كنت يعني قريب جدا من قصة المفاوضات، الأردن تسحب سفيرها من إسرائيل، أيضا حديث عن إعادة النظر وإعادة قراءة بنود الاتفاقية، الذهاب إلى مجلس الأمن، كيف تصف هذه الخطوات؟ هل تؤلم الإسرائيلي مثل هذه الخطوات؟ هذه إجراءات عادة تكون إجراءات متواضعة تعبر عن غضب الدولة وعدم رضاها عن تصرف الدولة. نعم. التي كان السفير معتقدا لديها، إلا أننا في سياق ما يجري في القدس فإن هذه الإجراءات تبدو متواضعة جدا ولا تتناسب مع خطورة ما يجري في القدس، ولا يتوافق مع الدور الذي تلعب الأردن والمفروض أن تلعب الأردن في القدس، سيما وأن وادي عربة أوردت نصا على دور الأردن في موضوع القدس. لذلك
لحد الآن هذه التصرفات أو الإجراءات الأردنية من سحب السفير من شكوى إلى مجلس الأمن هي خطوات جيدة، إلا أنها لا تتناسب مع خطورة الموقف. نعم دكتور أنيس، هذه الخطوات كم يمكن أن تؤثر في موقف محمود عباس والسلطة في رام الله؟ هل ممكن أن تدفعها باتجاه أيضا إجراءات؟ يعني هل يمكن أن تساعد في تحمير عينهم مثلا؟ يعني سبب المشكلة الكبرى أن إسرائيل أصبحت الآن تستبيح الأراضي الفلسطينية هو منهج محمود عباس. هذا منهج أعطى الإسرائيليين مؤشرا قويا إلى أن الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية ليست في وارد أن تتخذ إجراء قاسية في الدفاع عن مقدساتها. ولذلك في ظني أن الإسرائيليين يستبيحوا الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس فقط القدس. نعم دكتور أنيس، هل يملك الأردن المزيد في جعبته؟ في ظني أن الأردن يملك المزيد. أولا الأردن دولي، السلطة الفلسطينية ليست دولي، ما زالت سلطة وسلطة عاجزة. الأردن دولي، الأردن له حظوة في المجتمع الدولي، الأردن عضو في مجلس الأمن، الأردن له علاقات دبلوماسية قوية وعالية مع كثير من اللاعبين الدوليين، ولذلك يستطيع الأردن أن يحرض المجتمع الدولي لإيقاف إسرائيل عند حدودها المعقولة. نعم أشكرك الأستاذ الدكتور أنيس قاسم، الخبير في الشأن الفلسطيني وأيضا الخبير في القانون الدولي. أعود لك سعادة الدكتور، هل يملك الأردن فعلا المزيد؟ يعني دعنا نتحدث عن واقع، يعني دعنا نكون يعني واقعيين، بمعنى طبيعة فلسفة ورؤية الحكم، يعني كيف يرى الحكم الأمر، وطبيعة يعني الضغط الشعبي وإرادة الناس، يملك المزيد؟ يستطيع أن يتحرك أبعد من ذلك؟ هل ترى هناك أفق لذلك؟ نعم. نعم أنا أوافق الدكتور أنيس فيما ذهب إليه من أنه الأردن دولة والأردن له علاقاته مع صانعي القرار في العالم واللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية، وله احترامه. نعم. حقيقة في العالم نتيجة لنهجه وسياسته المعتدلة، ونتيجة لمساهماته في ما يتعلق بالسلم والأمن العالمي. أعتقد أنه كلمة الأردن مسموعة، وقد نقل حقيقة الأمر جلالة الملك الموقف الأردني باستمرار المعبر عن قيم الوسطية والاعتدال على منابر دولية هامة، ووضح حقيقة موقف الأردن من القضية الفلسطينية ورؤية الأردن لحل هذه القضية المصيرية وقضية الأمة الرئيسية. لكن أعتقد أيضا أن الأردن يمتلك أوراق أخرى عبر عنها ربما وزير الإعلام أمس عندما تحدث أنه الأردن يراجع أو بصدد مراجعة كل بنود ما يدعى أو ما يسمى اتفاقية السلام مع هذا الكيان الصهيوني. وأعتقد أنه الاتفاقية مهمة لهم أكثر مما هي مهمة لنا، لأن حدودنا أو لا أعترف بالحدود، لأن هذه الحدود مع هذا الكيان الصهيوني والتي تمتد لأكثر من 500 كيلومتر ما زالت آمنة بالطرف الشرقي من هذه الدولة أو هذا الكيان المستعمر. يعني مراجعة ماذا؟ أعتقد أنه يعني عندما يقول مراجعة يعني يؤشر على بقاء المعاهدة من عدم بقاء المعاهدة. نعم. أعتقد ربما هذا ما يفهم. نعم صحيح، وهذه ربما أكثر ورقة ضغط أردنية على الكيان الصهيوني. نعم أعود لك أستاذنا العزيز فيما يتعلق بأنت أشرت إلى قصة أنهم قاموا بهذه الاعتداءات نتيجة لما جرى في غزة. هل أفهم من كلامك أن المجتمع في إسرائيل متوافق على هذه الاعتداءات؟ كلما زادت الاعتداءات زادت شعبية من يعتدي،
هكذا، لا سيما ان هذا الاعتداء يمتاز هذه المره بانه برعايه رسميه اكثر اوضح، صحيح؟ يعني انا ذكرت ان هناك ثلاث عوامل، نعم. الاعتداء في غزه كان واحد منها، او ما حصل في غزه. ما حصل في غزه ان كان هناك اخفاق عسكري، وبالتالي لابد من التعويض عنه، افضل مساحه للتعويض عنه هي الضفه الغربيه والقدس، وطبعا القدس بالنسبه لهم هي الاهم، وبالتالي جاء معظم التعويض في القدس، معظم الاستيطان تم في القدس، معظم المصادرات جاءت جنوب القدس، نعم. معظم الاقتحامات جاءت في المسجد الاقصى. هذا عنصر. العنصر الثاني هو صعود اليمين الإسرائيلي. الآن هذا اليمين الإسرائيلي سابقا على أقصى يمينه، يعني على هامش الهامش، كانت المنظمات التي تدعو إلى بناء المعبد. ونذكر مثلا في الثمانينات عندما وصل مئير كهانة إلى الوصول إلى الكنيست، حكمت المحكمة الإسرائيلية بعدم قدرته على تولي مقعد الكنيست لأنه متطرف. نعم. اليوم تلميذ مئير كهانة المباشر موشي فيجلين نائب رئيس الكنيسة. هناك فارق شاسع. هذا تحول في المجتمع وليس فقط. هذا فارق شاسع. من الذي أوصله؟ هو المجتمع السياسية. في النهاية. هناك فارق شاسع. نحن نتحدث أنه في سنة 2003 الذين كانوا يؤيدوا أجندة تهويد المباشر للمسجد الأقصى كانوا لا يزيدوا عن 2 أو 3 من النواب في الكنيسة. بحلول سنة انتخابات سنة 2007 أصبح لديهم 6 أو 7 نواب تقريبا، أصبح كتلة ضاغطة من 120 نائب. يعني هم 120 نائب في 7 يؤيدون موضوع اقتحام المسجد الأقصى ومحاولة الاستيلاء عليه، وبالتالي أصبح لديهم كتلة ضاغطة. بدأوا يستخدموا نفوذهم البرلماني وبدأوا يضغطوا ويستخدموا علاقاتهم، يضغطوا على الشرطة. الآن مع الوقت مع زيادة هذا النفوذ بدأوا يتعلموا كيف يستخدم هذا النفوذ. يعني هم جديدين أصلا في التجربة البرلمانية، هؤلاء هاي المجموعات التي تسمي نفسها جماعات المعبد في المصطلح. الآن في انتخابات شهر 1 2013 حصل تطور مهم جدا جدا، وهو وأشير إليه في وقته كثير من الدراسات والأبحاث والتقارير نشرت لتتحدث عنه، وهو أن هذه المجموعة انتقلت من الكنيسة إلى الحكومة، وأصبح هناك 6 وزراء ونواب وزراء من هذه الكتلة التي تؤيد دخول المعبد مباشرة. نحن نتحدث عن الشريك الأول في الائتلاف الحكومي إسرائيل بيتنا، حزب إسرائيل بيتنا، فيه وزير البيت اليهودي، إسرائيل بيتنا والبيت اليهودي مختلفين، إسرائيل بيتنا فيه وزير اللي هو وزير الإسكان يؤيد هذه الأجندة، ورئيس الطرف الثاني في الائتلاف الذي هو البيت اليهودي وهو وزير القدس ووزير الصناعة والتجارة نفتالي بنت هو من المؤيدين المباشرين لهذه الأجندة، أجندة تقسيم المسجد، هو من المقتحمين أيضا. الآن إضافة لذلك هناك نائب وزير الدفاع زيف ألكين الذي أقيل خلال الحرب بانتقاده سياسة نتنياهو، وهناك نائب وزير الخارجية، كم عددهم في وزير الإسكان، نعم وزير الإسكان في زيارة الأردن قبل فترة، وهناك أيضا نائبة وزير المواصلات. حتى في الكنيسة هناك نائب رئيس الكنيسة موشي فيجلين وهو المنافس الأول. زادوا عن 7 من 2007؟ لا، هم الآن هم 8، لكن الذي اختلف نفوذهم وقبولهم عند النخبة الحاكمة. نحن نتحدث أنهم لم يستلموا الحكم لكن أصبحوا جزء من مؤسسة الحكم، يعني ما عادوا محتاجين قانون، بيضغطوا على الشرطة من موقعهم الوزاري. فهمت أن هناك صعود في اليمين. سأتي للعامل الثالث بعد أن أعود للدكتور عساف. اليوم خبر أن نتنياهو اتصل بالملك، على ما يبدو أن القدس عنوانها الملك وليست الحكومة، يعني ما اتصلش بعبد الله نصور. لكن الآن باعتقادك الخطوة كم ستؤذي الإسرائيلي؟ كم سيتحرك باتجاهها؟ كم سيتردد؟ كم سيراجع حساباته؟ أما أنه يعني أي خطوة؟ خطوة سحب السفير. هو هذا الغضب الأردني، هذا التهديد يعني الأردني. أنا قرأت يعني قرأت قبل يومين أيضا تصريحات لنتنياهو أنه لن يتم تغيير على وضع القدس فيما يتعلق بالإدارة الأردنية أو فيما يتعلق بالوصاية الأردنية، وكان هناك يعني رسالة تطمينية بهذا الاتجاه. أنا أعتقد أنه اتصاله مع جلالة الملك أيضا ربما تكون رسالة تطمينية. أنا ما ذكره الزميل يعني من هاي التوصيفات والتقسيمات، أنا أقول أنه هذا نهج صهيوني كبير. يعني إذا تدرس كل الاحتلالات وكل العدوان أو الاعتداءات الصهيونية على الدول العربية واللي كان فيها احتلالات للأرض العربية، لم يكن يحكم هذا اليمين المتطرف، كلهم متطرفون أنا أعتقد. ولذلك لا نحمل، يجب أن لا نذهب أنه نحمل اليمين المتطرف اللي بس 7 ونترك هذا الباقي الذي يؤيده.
أعتقد أنه المسألة أكبر بكثير من مسألة اليمين المتطرف. هذا المنبر الذي يعني شفنا بالصور أنه القنابل الغازية وصلت قريبا منه، هذا المنبر بناه أو أعاد بنائه الملك على حسابه الخاص كما تذكرون قبل عدة سنوات، وأنا أعتقد أن هذا تحدي مباشر للملك، ولذلك أنا أعتقد أن الملك سيكون حازما في الأيام القادمة، ويكون هناك موقف أكثر شدة وأكثر قساوة فيما يتعلق بالقدس. هناك موقف ربما غدا، مسيرات تخرج بعد صلاة الجمعة تندد بالذي يجري في الأقصى، ربما هذه المسيرات أيضا تؤيد ما يقوم به الملك شخصيا وما يوجه الملك فيما يتعلق للحكومة، وأنا أعتقد أنه ما زالت هذه الخطوات أقل من المستوى المطلوب ولم ترتقي لمستوى الحدث بعد، يعني ما زال أمامنا طرد السفير الصهيوني، ما زال أمامنا اتفاقية، هذه الاتفاقية المشؤومة اتفاقية وادي عربة، أنه نقض هذه الاتفاقية. لا يفهم العدو الصهيوني إلا هذه اللغة، لغة الند للند ولغة القوة للقوة. نعم، يعني أعود لك يعني دكتور عساف، ربما أراد أن يصل بنا إلى أن هذه الدولة كلها متطرفة وكلها يعني ليس انتقاصا من التفصيلات التي قد تجري. لا لا، هذه تفصيلات علمية، لكن هي علمية لكن هم يعني جميعهم متطرفون، لكن اليسار الإسرائيلي غاب، يعني يوسف ساريد وجماعته اختفوا باعتقادي بعد الـ 94، حتى بعد الاتفاقات التي جرت بعد مقتل رابين تحول هذا المجتمع بشكل كبير. لكن مرة أخرى أريد أن أقرأ الفارق بين المجتمعين. هناك مجتمع إسرائيلي أنا فهمت منك أنه كلما اقتحموا الأقصى كلما غطى على عيوب الجيش وخسارة في غزة، صحيح؟ طبعا كلما أنجز المزيد في القدس كلما غطى على خسارة في غزة. كأنها عقيدة أصبحت سائدة لدى الجميع، متسربة لدى الجميع. القدس عقيدة لدى الجميع، لدى اليسار واليمين، لكن أنا أريد أن أوضح شيء. أحيانا نحن في الاعتبارات الأيديولوجية نتيجة وجود أجندة عربية كانت تميز بين اليمين واليسار وتعتبر أن اليمين شيطان وأن اليسار ملاك. يريد السلام ولا يريد السلام. بالضبط، فأصبحنا نرى أنه هذا الأسلوب كله يعني ساقط. نحن لا نتحدث عن أن هناك ملائكة وشياطين. نحن هنا نتحدث عن فهم ما يحصل، عن فهم طبيعة العدو وما يحصل على الطرف الآخر لكي تعرف ما هي طبيعة الخطر وكيف تتعامل معه. القضية ليست وجود ملائكة وشياطين، نحن نتحدث عن أن هناك صعود لدى قوى باتت تتحول من أنها اليسار. الميزة التي أضافها للصهيوني، المشروع الصهيوني، أنه كان يحمل الواقعية السياسية ويحمل اليهودية كقومية. اليمين مختلف، اليمين يحمل الأيديولوجيا الدينية ولا يبالي بالواقعية السياسية، وبالتالي عندما تواجه بعض الخطوات التي تتوقع فيها ردود فعل معينة، مثلا مثل ما يحصل الآن في الأردن، لا تتوقع أن هذه الخطوات ستقابل بواقعية سياسية. حدثني كيف ستقابل؟ يعني مثلا يعني الآن الأردن سحب السفير، كيف سيتعامل معها الحكم في إسرائيل؟ واضح الموضوع. لو نقرأ ليومين فقط، نتنياهو قبل 3 أيام اتصل في الأردن وبقيادة الأردنية وقال بوضوح أنني لا أنوي تغيير الواقع في المسجد الأقصى. بعد 48 ساعة من الاتصال اقتحم الجنود المصلى القبلي وأوشكوا أن يحرقوا المسجد، أن يحرقوا المنبر. وبالتالي نحن نتحدث عن قيادة تريد أن ترسل رسالة بأننا صحيح لدينا دبلوماسية لكننا لن نتنازل، وأنتم لستم في موقع من يفرض علينا شيء. وهذه الرسالة واضحة، ولذلك كان لابد من رد، لأنه يعني لم يعد بالإمكان، يعني قبل 48 ساعة يتصل يطمئن ثم الجنود يدخلون المسجد القبلي ويوشكون على إحراق المنبر، فكان الأردن محرج ومضطر للرد بهذه الطريقة، لأنه طمأنة وزيارة ليلية أيضا خفية ولم تعلن وتجري خلالها طمأنة، ومن ثم يجري اعتداء مزيد من الاعتداء. هذا معنى أنك أمام عدو أيديولوجي لم يعد يملك الاعتبارات الموضوعية التي كنت تعول عليها سابقا في سلوكك السياسي. حتى في الحرب أنت تقدر الطرف الآخر كيف يفكر، الآن من واجبك أن تعرف أن الطرف الآخر طرف أيديولوجي. إذا كان هناك مجتمع مثبت فيه إثبات واضح في الشرق الأوسط بأن اليمين والدين أصبح الأجندة الحاكمة فيه، فهو المجتمع الإسرائيلي. نعم،
هذا يعني ربما يعني بات واضحا في السنوات الأخيرة. الأمريكان كيف سيتعاملوا مع الخطوة دكتور عسال؟ يعني هل سيضغطوا على الأردن؟ هل سيستثمروها بالضغط على إسرائيل؟ كيف سيقرأ الأمريكان مثل هذه الخطوة؟ أنا أعتقد أنه الأمريكان يعني إسرائيل هي ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه المرة أعتقد أنه الأمور ستجري عكس ما تشتهي سفنها. ربما أنا رأيي أن الأمريكان سيضغطوا على قادة إسرائيل للتهدئة في هذه المرحلة وعدم الاعتداء. أنا هذا رأيي، يعني عودا إلى المؤشرات للسياسة الأردنية كما أقرأها. يعني الملك في خطاب العرش تحدث بصريح العبارة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وتحدث عن موضوع إعادة إعمار غزة بفقرة يعني مهمة وكبيرة في هذا الخطاب، وأكد على أهمية القدس للأردن وارتباطنا الحضاري والتاريخي في القدس وفي الأقصى. أنا لست مدافعا في هذه الحلقة عن الموقف الأردني، لكن كيف نقرأ الآن الموقف الأردني؟ أنا برأيي مثل ما قلت قبل قليل أنه ما زال في البدايات، وأعتقد أنه الأيام القادمة هي حبلى بالمفاجآت وقابل للتطور، وربما إذا يعني هذا الموقف يريد أن ينسجم مع موقف الشارع والموقف الشعبي ويعظم المسؤولون هذا الموقف، أنه يذهبوا إلى أكثر من ذلك حتى يفهم المسؤولون الإسرائيليون واقع الأردن سواء الشعبي أو الرسمي الذي لابد أن يتماهى مع الواقع الشعبي. ما في أمام الحكومة مفر من إنها هذه المرة تتماهى مع مطالب الشعب ومع مطالب ممثلي الشعب بطرد السفير الإسرائيلي إذا ما استمرت إسرائيل باعتداءاتها على المسجد الأقصى بشكل خاص والمقدسات. اسمحوا لنا معنا الآن على الهاتف الأستاذ محمد عواد الزيود، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور، حياك الله يا أخي. أهلا، يا ريت ترفعوا لنا صوت شباب اللي بسمعونا في الإخراج. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور، حياك الله. أهلا أستاذ عمر. يعني أولا موقف الحزب، موقف الحركة الإسلامية من استدعاء الحكومة للسفير الأردني من تل أبيب، كيف تقيمونه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نعتبر أن هذه الخطوة يعني خطوة بالاتجاه الصحيح ومرحب بها، لكننا نشعر أنها جاءت متأخرة، والمطلوب الحقيقة خطوات أكثر فعالية في الضغط حول هذه القضية. ونحن نرى أن ردود الفعل يجب أن تكون مكافئة لما يشهده المسجد الأقصى من انتهاكات وتجاوزات من قبل الصهاينة. الأقصى خط أحمر ولا يجوز تجاوزه، ويمثل رمزية كبيرة بالنسبة للعرب والمسلمين، حيث أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. المطلوب مواقف بحجم الإساءة والتهويد الذي يحصل يوميا للمسجد الأقصى. أنا أعتقد أن تصريحات القادة الصهاينة والوزراء والمسؤولين للأقصى وللأردن وللنظام الأردن السياسي مرفوضة وباتت مكشوفة الحقيقة، وفيها تهديد مبطن، واعتقد ان ردة الفعل يجب ان تكون يعني بقدر هذا التهديد. جميل. الذي وصل الى طيب. قضية التطاول على السيادة والتهديد للمملكة ولا سيما وصايتها على المسجد الأقصى. نعم. يعني ما حصل نقيمه بانه جيد، لكن الاجود منه ليس استدعاء السفير. طيب. بل سحب السفير. جميل. استاذ محمد، يعني على قاعدة ما وصلنا لهون غير يا رب العون، يعني هالخطوة يعني قديش ناظرت الناس وهي تطالب فيها، كيف يمكن للموقف الشعبي أن يحمي هذا الموقف ويطوره؟ كيف يمكن تصميغ هذا الموقف اللي اتخذته الحكومة؟ وعلى قاعدة ما وصلنا لهون غير يا رب العون،
أين فعالياتكم أنتم؟ بهالمناسبة أنا بحب أوجه رسالة لكل الإخوة الأردنيين والأردنيات أن يساهموا غدا في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي ستنطلق من المسجد الحسيني الكبير في عمان نصفا للمسجد الأقصى. أنا أعتقد أن الذي حصل ويحصل الآن في المسجد الأقصى يعني جاء الحقيقة كنتيجة من نتائج الصمت للنظام العربي الرسمي وسكوت الشعوب. هذا حق كبير. الأقصى بالنسبة لنا عقيدة، بالنسبة لنا آية في القرآن الكريم. أنا أعتقد أن المطلوب من الشعوب العربية والشعب الأردني على وجه الخصوص مواقف أكثر قوة وأكثر حزما من أجل الضغوط على أصحاب القرار وعلى القيادات الموجودة في أن تهب لنصرة الأقصى. الأقصى كنا نقول الأقصى في خطر، لكن الأقصى الآن يعني الزعماء الصهاينة يقولون بأن المرحلة القادمة وبعد الانتخابات وبعد تشكيل الحكومة يفكر قضية بناء الهيكل. مطلوب هبة إسلامية عربية شعبية للضغط بهذا الاتجاه. مطلوب إجراءات سياسية. أنا أعتقد أن قضية سحب السفير قضية جيدة، وكذلك طرد السفير الصهيوني من عمان قضية. إذن أستاذ محمد، هي خطوة جيدة، ولكن يعني المطالبة بالمزيد، وأيضا هناك فعاليات ربما لحماية هذا الموقف وتطويره. شكرا لك الأستاذ محمد عواد زيود، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي. سأعود لك أستاذ زياد لأسألك عن هل ستتوقف إسرائيل يعني خطواتها القادمة مزيد من التصعيد، مزيد من التصعيد، لكن بعد الفاصل. تسمح لنا دكتور، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا مع ضيفينا. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية. تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أتقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-39-51. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مدارس الرضوان، المدارس الملهمة، 18 عاما من التطور. نسعى أن تكون مدارسنا ملهمة لطلابها ومعلميها وموظفيها ليحققوا الإبداع والتفوق والإنجاز.
اهتمام بالقرآن الكريم واللغتين العربية والإنجليزية، ساحات خضراء وملاعب رياضية، مختبرات حاسوب وعلوم وروبوت، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة. الموقع الإلكتروني www.arudwanschools.edu.jo. عمان خلدة، هاتف رقم 00962653551112. بمدارس الرضوان، بمدارس أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأرحب بضيفي الكريمين مرة أخرى، سعادة الدكتور عساف الشوبكي النائب البرلمان الأردني والأستاذ زياد الحسن الباحث المقدسي. ويعني أود التنويه لأنه هناك خبر عاجل أسفل الشاشة يتحدث عن مواجهات الآن شديدة اللهجة على ما يبدو في البلدة القديمة، وكأننا نرى يعني بوادر انتفاضة في القدس. نتمنى أن تتسرب إلى أماكن أخرى. سأعود لك أستاذ زياد للحديث. هل تتوقع أن تتواصل الانتهاكات، الاقتحامات، محاولات الوصول إلى المنبر، إلى يعني العظم اللي سميته أنا العظم مرة أخرى، ستتواصل أم أنهم يعني قد يكون هناك تراجع مرحلي؟ نعم. لفترة بسيطة جدا محدودة قد يكون هذا موجود في محاولة لإشعار الأردن أنه ما قمتم به يكفي، وأنه إحنا يعني هناك استجابة معينة من شكل ما. لكن يجب أن نتذكر جيدا أن من يقوم بذلك هو جزء من الائتلاف الحكومي، وأن نتنياهو لا يستطيع أن يبقى رئيسا للحكومة إذا قرر تهدئة طويلة الأمد في ملف المسجد الأقصى. وبالتالي يعني لا تتوقع أنه فقط بهذا السلوك السياسي أن نستطيع مرة واحدة وبضربة واحدة أن ننهي الاعتداء الصهيوني. هذا سياق يتصاعد منذ سنة 2003. قبل 2003 لم يكن المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى، هناك حكم محكمة إسرائيلية أعطاهم هذا الحق، والمحكمة الإسرائيلية بنظرنا لا تملك الحكم، لكن في الأمر الواقع هي تحكم. الآن هناك مشروعات قوانين، هناك شرطة غيرت سياقها، هناك برنامج لدى الجيش الإسرائيلي أصبح من برامج الثابتة لتعريف مجندي الجيش بما يسمونه جبل المنبر. نعم، هناك اتفاقية بين الشرطة وقيادة الكنيست أجريت في مكتب رئيس الكنيست الذي هو رئيس الدولة اليوم، الذي كان اسمه ريوفن ريفلين وأصبح اليوم رئيس الدولة، هو الذي قرر تحت رعايته أن يضغط على الشرطة الإسرائيلية لتسمح بدخول المجندين بلباسهم الرسمي، أن تسمح بحفلات الزفاف. شو الهدف المرحلي هون أستاذ زياد؟ شو الهدف المرحلي؟ تقسيم الزماني والمكاني؟ تقسيم الزماني والمكاني طبعا. نعم. اقتسام الوصول إلى جزء. بالمناسبة يجب أن الآن التقسيم الزماني تقريبا استكمل أهدافه، بقي منه شيء واحد فقط، أنه في الأيام أعياد اليهود يخرج المسلمون من المسجد تماما ويسلمون بذلك. نعم. هذا الباقي. الآن ما بعد ذلك التقسيم المكاني، العين على الساحات الشرقية، 6 دنومات في الساحات الشرقية، العين على الساحات الشرقية للمسجد. الآن لماذا الساحات الشرقية تحديدا؟ لأن الساحات الشرقية كان فيها مهملات مرمية منذ افتتاح البوابات التي كانت في المصلى المرواني. نعم. إعادة افتتاح المصلى المرواني لم يسمح الاحتلال بإزالتها، ولم تضغط الأوقاف لإزالتها، فتعود الناس أن لا يصلوا في هذه الساحات، أصبحت مليئة بالردم، وهي أصلا معظم مساحتها مشجرة ومفتوحة وليست مبلطة. الآن الاحتلال سجل مع الوقت أن هذه الساحات هي الأسهل للاستهداف، وصدر مشروع قرار في الكنيست في كتلة الليكود الحاكمة يتحدث عن محاولة اقتطاع هذه الساحات بفواصل زجاجية لتصبح مكان صلاة دائم لليهود على مدار الساعة داخل المسجد. هنا ندخل إلى أن هناك إجراءات نستطيع فعلها وهي متاحة، منها مثلا طرح مشروع لإعادة تنظيف وتبليط هذه الساحات وتهيئتها للمصلين. نعم. طرح مشروع لبناء مصطبة لا تحتاج إلى تعب كثير، مصطبة جديدة هي عبارة عن بلاط مرتفع قليلا عن الأرض لتصبح مركز لحلقات الذكر وقراءة القرآن في الساحات الشرقية، كما حصل في المصلى المرواني. عندما استهدف المصلى المرواني بالاعتداء جرى ترميمه، جرى إعادة افتتاحه، بات فيه مصلين، وبالتالي لم يعد من الممكن السيطرة عليه. نفس السيناريو نستطيع الآن وبيدنا أن نكرره، بأن يتبنى الأردن برنامجا لإعادة تبليط وافتتاح هذه الساحات بشكل يجعلها حيوية وجزء من
زيارة كل مصلي يدخل المسجد الأقصى. هذا أمر بيدنا نستطيع أن نفعله، والسؤال لماذا إلى الآن لم يفعل منذ حوالي سنة؟ هذه الملاحظات يعني جديرة بالقراءة والاهتمام، لكن أنا أعتقد أنه يعني هذا الاحتلال منذ زمن طويل وهو يسيء إلى المقدسات الإسلامية ويستهدف الأقصى ولربما الحفريات تحت جدران المسجد الأقصى وتحت أساسات المسجد الأقصى، هي من أخطر ما يكون في الفترة السابقة، وربما ما زالت مثل هذه الحفريات مستمرة، وشفنا الجسر الخشبي اللي كان على أحد الأبواب المسجد الأقصى، وعندما ضغط الأردن بهذا الاتجاه كان هناك استجابة من قبل هذا العدو. أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف مساند، موقف فلسطيني مساند للموقف الأردني، مثل ما أشرت قبل في الاستراحة أنه عندما دخل شارون إلى ساحات المسجد الأقصى في السابق قامت الانتفاضة. أنا أعتقد أنه يجب أن يعني يكون هناك موقف قوي للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، في أراضي السلطة الفلسطينية، وفي فلسطين وما يسمى 48. أيضا أن يكون هناك موقف قوي عربي وإسلامي، موقف قوي للمنظمات الإسلامية التي عنوانها باستمرار القدس. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف شديد وقوي للعلماء المسلمين. لغاية الآن لم مشهد يعني الجميع غائب عنه، لم أقرأ يعني أو لم أطلع على بيان من هيئة كبار العلماء مثلا أو ما يسمى بالمفتين في أو الأزهر الشريف، ما كان له أي حضور على المشهد. أعتقد أنه يجب أن تتضافر الجهود العربية والإسلامية الرسمية الشعبية، جهود المنظمات. أيضا أعتقد أنه في وطننا ما زال التحرك بطيء حتى في الأردن. أنا أعتقد أنه التحرك الرسمي هو اللي موجود على الساحة، التحرك الشعبي والأحزاب والمؤسسات المجتمع متراجع، متراجع عن التحرك الرسمي. أعتقد أنه يجب أن يساند هذا التحرك الرسمي تحرك شعبي، تحرك المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات التي دائما ترفع صوتها. آن الأوان أنه ترفع صوتها، ومشروع رفع الصوت أعتقد للقدس والمسجد الأقصى في هذه الآونة بالذات. نعم، يعني ربما هذا يقودني لسؤال، من الذي يدافع عن المسجد الآن؟ يعني دعنا نتحدث الآن يعني عسكريتاليا شعبية، يعني من الذي يدافع عن المسجد؟ يشغلونه بالصلاة، يقفون حجر عثرة دون هذه المشاريع، من هم؟ يعني تاريخيا والآن، الآن الذي يدافع عن المسجد الأقصى هو من يعمره بالصلاة، ومعظمهم من المرابطين من الأراضي المحتلة عام 1948 ومن المقدسيين والمقدسيات كذلك، ومن يقوم بإعادة معادلة الردع إلى مكانها. الذي يحكم علاقة الاحتلال بالمسجد الأقصى من خلال التجربة التاريخية هو الردع. بكل وضوح القوة هي التي تحكم، بمعنى في عام 1920 أول انتفاضة حصلت حتى تحت الانتداب البريطاني حصلت عنوانها كان القدس، انتفاضة موسم النبي موسى. أول ثورة تضرر فيها المشروع الصهيوني ضرر كبير في بداياته وتكرس عنده أن ثمن الاعتداء على الأقصى الدم كانت ثورة البراق 1929. كذلك 1987 في خلال الانتفاضة جاءت مجزرة الأقصى في 90 وجاء رد عليها ورد دموي مدوي كان. الآن في سنة 96 حصل افتتاح النفق، جاءت هبة النفق وجاء رد حقيقي. في سنة 2000 كان اقتحام شارون وجاء رد حقيقي. الذي كرس معادلة حماية المسجد الأقصى بالدرجة الأولى هي المقاومة الفلسطينية المباشرة وليس أي أحد آخر. تكون موضوعيين يعني. هناك عوامل مساندة هي الرباط والصلاة والموقف السياسي والدعم والإسناد، نعم هناك عوامل مساندة، لكن العامل الحقيقي الذي كان يزرع هذه المعادلة هو الردع، بمعنى أن هناك اعتداء على المسجد الأقصى هناك ثمن. واليوم انتفاضة السيارات والدهس في القدس
تعيد هذه المعادلة إلى نصابها. ما قام به الشهيد إبراهيم العكاري بالأمس ومن قبله الشهداء عبد الرحمن الشلودي ومعتز حجازي، هذه العمليات أعادت بكل وضوح البوصلة في القدس. يعني قبل شهر عندما كنت أتحدث عما يحصل في القدس كان يتملك كل الأمة وكل المقدسيين شعور بالأسف والأسى والانحطاط أكبر بكثير مما نشعر به الآن، بأن المعادلة عادت إلى نصابها وأن هناك شعور واضح للاحتلال أن الاعتداء يقابل برد. هذه هي المعادلة الأساسية، وكل من يعمل باتجاه فقد هذه المعادلة يفقدنا عنصر القوة الأول والأساسي الذي يمكن من خلاله أن ندافع عن المسجد الأقصى، يعني عمليا يخدم أجندة تقسيم المسجد والاستيلاء. نعم، يعني هؤلاء، إذا سمحونا نروح على الضفة الغربية، معنا الآن من هناك مراسلنا وزميلنا محمد الأطرش. مساء الخير محمد. مساء الخير لك عمر، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. في سياق الاعتداءات على المسجد، الضفة الغربية كيف ترى الأمر؟ أتحدث هنا شعبيا، وهل هناك فعاليات يعني غدا في قادم الأيام؟ حدثنا عن الأجواء في الضفة. نعم، من حيث انتهيت عمر نبدأ والحديث يدور حول فعاليات من المقرر أن تكون وتنطلق يوم الغد بعيد صلاة الجمعة مباشرة. حركة المقاومة الإسلامية حماس دعت لعديد من الفعاليات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ أكثر من شهر، والفعاليات تندلع في مناطق مختلفة ومتفرقة خاصة في قلنديا وفي مدينة نابلس، والحديث يدور عن أكثر النقاط التي تشهد مواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل على وجه التحديد. حركة حماس كما أؤكد لك أنها هذا الأسبوع أيضا دعت لمسيرة جماهيرية ستنطلق من مسجد عبد الحي شاهين شمال المدينة، وتستقر بالقرب من منطقة رأس الجورة حيث تندلع هناك بالعادة مواجهات مع جنود الاحتلال بالقرب من نقاط التماس القريبة. في حديثنا عن موضوع تحركات الضفة الغربية، يعني لا يمكن وصف هذه التحركات التي تأتي كرد فعل على ما يجري في المسجد الأقصى إلا أنها خجولة فيما إذا ما قرنا طبعا الفعل الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك. كان هناك توقعات. محمد، لماذا هي خجولة؟ يعني الحديث عن هذا الأمر يستدعي تذكر مجموعة من الاعتبارات متعلقة بما يجري أصلا بالضفة الغربية وخروج الضفة الغربية أصلا من انتفاضة الأقصى، وهي منهكة. الوجود للمعتقلين أكثر من 6,000 معتقل من قيادات العمل الوطني والإسلامي يزج بهم داخل سجون الاحتلال. الحملة الأمنية الأخيرة التي شهدناها في مدينة الخليل بعد اختطاف 3 مستوطنين شهدت اعتقال أكثر من 1,000 من قيادة العمل الإسلامي، خاصة تركزت الاعتقالات على قيادة حركة حماس في الضفة الغربية. هذا الأمر بالتأكيد له انعكاس فيما يتعلق موضوع الهبة التي يتم التأثير عليها من منطلق أنها تصبح أكثر شعبية وغير منظمة، والعمل الغير منظم سرعان ما ينتهي، هذا ما نعلم جيدا. بالتالي موضوع الهبة في الضفة الغربية يستدعي جهد منظم، والجهد المنظم يستدعي تحرك فصائل، والفصائل صراحة هي مغيبة بفعل طبعا ما تم العمل عليه منذ أكثر من 8 أعوام في الضفة الغربية، خاصة نتحدث محمد عن هل صحيح أنه لا انتفاضة بدون ولا هبة بدون فتح، وفتح لا تريد أن تنتفض من أجل الأقصى؟ يعني من وجهة نظر الشخصية أرى أن حينما تكون السلطة الفلسطينية معنية فعلا بوجود انتفاضة في الضفة الغربية فإن الانتفاضة ستندلع في صبيحة اليوم التالي. أؤكد لك هذا الأمر والشريف خير شاهد على هذا، حينما كانت انتفاضة الأقصى وحين وطأت قدمي شارون باحات المسجد الأقصى ولم يدخل كما اليوم بعد 14 عاما إلى داخل ساحات المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة، المشهد لم يختلف بل زاد عن هذا، لكن السلطة في ذلك الحين كانت معنية بقلب الطاولة. وهذا الأمر اختلف كليا ما بين عام 2000 إلى عام 2014، هناك عديد من المتغيرات التي طرأت على الساحة الفلسطينية والتي طرأت على بنية السلطة الفلسطينية أو حتى بنية الفصائل الوطنية. نعم. والحديث يدور حول
خطة تم العمل عليها ما بعد الانقسام الفلسطيني وانقسام الضفة عن غزة، وهذا الأمر وتبعاته يطول. إذا محمد، زميلنا محمد، عوامل كثيرة. أشكرك زميلنا محمد الأطرش مراسل يرموك من الضفة الغربية، شكرا لك. أعود لك دكتور عساف. 52 نائب بده يناقشوا أو بدهم يسألوا، سألوا الحكومة على قضية اتفاقية الغاز الإسرائيلي، 14 نائب وأنت منهم، وباعتقاد 52 أنت منهم يعني. هناك جهد حثيث بالذهاب والرباط هناك مع المقدسيين وتقديم هذا الدور إجراءاتي وعملياتي. مجلس النواب باعتقادك كيف تستشرف دوره في المرحلة القادمة؟ يعني يعني لا سيما أن الأجواء العامة ساعدت الآن في بعد قصة الحكومة. نعم، قبل ذلك يعني تعقيب على تفضل. ما ذكره مراسلكم أنه كان حديثه أنه بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة وحماس أو العمل الإسلامي هناك. أنا أعتقد أنه ليس فقط حماس، المفروض هذا واجب وطني على كل الفصائل الفلسطينية، على كل المواطنين الفلسطينيين. هذه رسالة من خلال هذا المنبر المحترم، منبركم، وجهها إلى المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بأن يتوجهوا غدا إلى الصلاة في القدس، يعني قبل صلاة الجمعة يذهبوا إلى يمنعوا، لكن هذه رسالة إعلامية، خليه يعني اللي يستطيع أنه يصل حتى للحواجز ويمنع ليمنع، اللي يستطيع يصل للمسجد ليصل للمسجد الأقصى. هذه مرابطة وهذا جهاد أعتقد. فيما يتعلق بمجلس النواب، أعتقد أنه بالمرحلة القادمة هناك، أنا يعني أتحدث عن الناس اللي أنسجم معهم أو النواب اللي أنسجم معهم في المجلس. أعتقد أنه كثير من النواب ضد اتفاقية الغاز بيننا وبين الكيان الصهيوني، وربما تكون أغلبية من النواب، وربما لن تمر هذه الاتفاقية بسهولة، وأنا أعتقد أنها لن تمر. فيما يتعلق بالموقف نحو القدس وبالذات المسجد الأقصى، أعتقد أنه سيبرهن المجلس في الأيام القليلة القادمة بعد يوم الأحد في أولى جلساته، أعتقد سيبرهن على أنه يقف موقف صلب مع الموقف الرسمي ومع الموقف الشعبي اللي بدينا نرى بوادره، وربما منذ بعد صلاة الجمعة يوم غد بنشوف تحرك. نعم، لأنه صحيح. الشعوب العربية أخي كأنها مضروبة على رأسها من نتيجة يعني ما يجري في العراق، ما يجري في سوريا، ما يجري في اليمن، ما يجري في مصر، يعني مذهولة لهذا الواقع الأليم الذي يجري في دول الجوار، لهذه الدماء العربية التي تسيل، هذه الدماء البريئة، هذه براميل المتفجرات التي تسقط على رؤوس الشعوب العربية، القتل باستمرار بدم بارد، هذه الصراعات الكثيرة، هذا السوار الملتهب اللي حولنا ربما يعني شتت الانتباه، لكن يجب أن يتركز الانتباه أكثر فأكثر على النقطة الرئيسية والقضية المحورية اللي هي القضية الفلسطينية، ومركز هذه القضية اللي هو القدس، ومركز المركز المسجد الأقصى المبارك. يعني يعني أستاذ زياد أيضا، يعني مرة أخرى الشهيد إبراهيم عكاري بالأمس يعني أو في العملية أحدث فارقا ربما في القضية، وأنت أكدت على ذلك أن من الحماة يعني هذا الشهيد البطل المقدسي إبراهيم محمد داود عكاري 48 عام يعني في حي الشيخ جراح، نفذ العملية الدهس، حتى اليوم يعني بدأوا الحديث عن حالة جديدة من النضال والصراع قائم على دهس كما أشار الدكتور. إذا في الإمكان نشوف على الشاشة، يعني أيضا في عمان كان هناك بيت عزاء للشهيد عكاري، والآن نشوف بيت العزاء لهذا الشهيد، نعم، مقابل مسجد القواسمي في عمان، يتلقون العزاء أهله وأقاربه. نعم، هو تعبير عن رفض الظلم. نعم نعم، وهذا عرس الشهيد، الناس تحتفي به. عدم الاستكانة. صحيح. للظلم. نعم. يعني في 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 حالة صحراء وجرداء، الكل يسكت، لكن هناك الأمة ولادة تلد هؤلاء الشهداء الذين يقدمون. إذا بتلاحظ دكتور أستاذ زياد،
هذا العزاء لعرس شهيد حقيقي. الناس ربما تتبادل التهاني، وسيكون هناك باعتقادي أيضا سنستمع إلى مقابلة مع شقيق الشهيد رحمة الله عليه إبراهيم عكاري. أهلا وسهلا فيكم في عرس شهيدنا البطل إبراهيم محمد داود عكاري الذي قام بالعملية الاستشهادية في دحس المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشريف ذودا ودفاعا عن كرامة المسجد الأقصى والأمة العربية والإسلامية. أنا أخو الشهيد إبراهيم، اسمي زهير محمد داود العكاري، مواليد عمان. شعور فخر واعتزاز بأنه الأرض العربية والفلسطينية أرض ولادة مثل هؤلاء الأبطال والشهداء الأبرار. رسالتي التي أوجهها إلى كل الشباب، الجهاد ليس فقط في العمليات الانتحارية والاستشهادية، الجهاد في العطاء والتقدم والعلم والحضارة والإنتاج، كل هذه عوامل تؤدي إلى النصر المبين إن شاء الله. أنا طارق العكاري ابن أخوه لإبراهيم العكاري أبو حمزة. الشهيد إبراهيم هو مثل إلنا كلنا إحنا الشباب المسلمين في كل العالم، واللي سواه هو كل شاب مسلم، كل شاب مؤمن، كل شاب بغار على دينه وبغار على أقصى بتمنى يسويه. الحمد لله رب العالمين، شهيدنا حي، إحنا مبسوطين فيه وبرفع راسنا كلنا، وبنشكر كل الناس اللي أجت أجارتنا بعرسنا اللي احنا فيه، ونشكر بالذات آل هارون اللي كمان استضافونا عندهم. شكرا جزيلا للكل وجزاكم الله خير، وشكرا الله يعطيكم العافيه. اذا استاذ زياد اعود لك، ربما تحدثنا عن المسجد واريد ان اتحدث عن القدس ديموغرافيا، كيف هي احوالها؟ يعني هل هناك حاله استاتيكا الان في قصه، يعني استقرت الامور ام ان مشروع تسفير واخراج هؤلاء من القدس؟ الى اين تتجه الامور ديموغرافيا وسكانيا في القدس حتى نرى مثل ابراهيم عكاري وغيره من الشهداء؟ يعني حتى الان اكثر عنصر مشرق في القدس هو عنصر الديموغرافي. حلو. بمعنى انه عند احتلال القدس سنه 1967 على الاقل الشطر الشرقي حاليا منها، الشطر الغربي تم تهجير معظم سكانه وبقي منه 1100 شخص فقط. اما الشطر الشرقي عند الاحتلال كانت النسبة 26% فلسطينيين و 74% يهود. أجرى الاحتلال إحصاء، وكان المفترض بما أن الصهاينة هم الذين يملكون السلطة بأن الفلسطينيين تقل نسبتهم واليهود ترتفع نسبتهم. الذي حصل عمليا أنه منذ ذلك التاريخ لم يمر عام كانت فيه الزيادة السكانية اليهودية أعلى من الزيادة السكانية الفلسطينية سوى عام 1997 فقط على مدى كل تلك السنوات. اليوم النسبة هي 37% مقدسيين و 63% هم من اليهود. نحن نتحدث في شرق القدس لوحدها في محيط البلدة القديمة، مركز القدسية ومركز الصراع في محيط المسجد الأقصى، كلما اقتربت من المركز كلما قلت نسبة اليهود وزادت نسبة الفلسطينيين. بمعنى أنه في شرق القدس لوحدها نسبة اليهود أو عدد اليهود 195,000 بالمقابل عدد الفلسطينيين 268,000 واليوم أصبح يضاهي 274,000. بمعنى أنه نتحدث عن أن نسبة الفلسطينيين في الشطر الشرقي من القدس تزيد عن 60%. وفي البلدة القديمة للقدس عدد الفلسطينيين 34,000، عدد اليهود 3,400 تقريبا، 10%. كلما اقتربت أكثر من المركز كلما قل الوجود السكاني اليهودي وكلما زاد الوجود السكاني الفلسطيني. الفارق أنت تسمع في الإعلام عن التهويد، لأن التهويد يتم بقرار يعلن، لكن الصمود يتم بإجراء صامت لا يعلن ويحتاج لمن يتلمسه ويجده. نقطة مشكلة هناك يعني. طمتنا ولا دكتور؟ يعني لكن أنا أحتاج أن أقول شيء. تفضل. هؤلاء يصمدون بدفعهم الذاتي بقدراتهم الذاتية، واليوم الاحتلال يقرأ ذلك والاحتلال يعرف ذلك ويعمل كل ما يستطيع، المستحيل وما وراء المستحيل، لكي يتخلص من أكبر نسبة ممكنة من هؤلاء السكان. ولذلك بدأ بقصة الهجرة الجماعية، تهجير حي البستان، تهجير حي الشيخ جراح، محاولة عزل السكان خارج الجدار، عزل مخيم شعفاط خارج الجدار، قام بإجراءات مجنونة لكي يتخلص من هؤلاء السكان. رغم ذلك لم يفلح، على العكس الدراسات الإسرائيلية تقول أن هذه الإجراءات أدت لهجرة عكسية، بمعنى أنه أصبح الناس يهاجرون من ضواحي القدس لكونهم أصبحوا ممنوعين من دخول القدس إلى داخل القدس. وبالتالي نحن أمام صمود ذاتي.
هذا هو نقطة القوة الأساسية الأولى في معركة القدس بأسرها، وهذا الذي يمكن القدس اليوم من المواجهة. نحن لنتذكر أنه قبل حرب غزة لم تكن الأمور سمن وعسل. قبل الانتقال إلى حرب غزة كان الشباب في شعفاط يزيلون محطة القطار التي تطل على شعفاط مباشرة، بمعنى أن القدس كانت مشتعلة. في السنة الماضية كان هناك حرب حرائق صامتة لم يسمع بها أحد، في شهر 7 وشهر 8 كان بطلها 2 من الشباب، من الشبان الصغار، أحرقوا أكثر من 12 بؤرة في القدس، وعملوا جنون لطواقم الاحتلال الدفاع المدني، لأنهم كانوا كل سلاحهم أنهم يلقوا مادة مشتعلة في الأحراش في شهر 7 ويشعلوها، بمعنى أنهم كانوا يعملوا بشكل خفي ومنظم. هذا الصمود ليس صمودا مجانيا، هناك ثمن له، وعلينا أن ندعم هذا الصمود لكي يستمر. ربما يعني بدي أخذ الاتصال ثم سأعود الدكتور عساف للحديث عن صمود المقدسيين وكيف بالإمكان أيضا يعني تحقيق المقاربة اللي تحدث عنها بدعمهم. لكن معنا الآن على الهاتف الأستاذ حسام بدران الناطق باسم حركة حماس في الخارج. مساء الخير أستاذ حسام. مساء الخيرات، مرحبا بك. يعني أولا يعني الأردن يستدعي سفيره من 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 إسرائيل، كيف تقيم حماس أو حركة حماس هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك ولضيوفك الكرام ولأهلنا في الأردن العزيز. نحن كحركة حماس ننظر إلى كل خطوة يمكن أن تأتي من أي طرف رسمي أو شعبي داعم للقضية الفلسطينية وحقنا في المسجد الأقصى والقدس، ننظر لها بإيجابية ونعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح. وبلا شك أن الأردن بموقعه وبعلاقته المباشرة والقانونية بالمسجد الأقصى يقع عليه دور كبير في هذه المرحلة الحساسة بالذات، وهذه الخطوة نحن نشجعها كما قلت، وإن كنا طبعا نتمنى ونطلب أن تكون خطوات أكبر من هذه تتناسب مع حجم الجرائم الصهيونية التي لا تستهدف المسجد الأقصى فقط ولا تستهدف الفلسطينية فقط، ولكنها تستهدف أيضا السيادة الأردنية التي الأصل أن تكون موجودة على المناطق والأماكن المقدسة في القدس. وبالتالي المطلوب هو أكبر من ذلك، سواء من الأردن أو غيره من الأنظمة والدول أو حتى من الشعوب والأمة في كافة أماكن تواجدها. نعم أستاذ حسام، فيما يتعلق بالضفة الغربية، يعني القدس يتعرض لهجمة شرسة غير مسبوقة، الضفة لا حراك، عمليات متناثرة هنا وهناك دون جهد منظم، ما الذي يجري في الضفة؟ يعني هذا يلخص الوضع الحقيقي للضفة الغربية والتي تمر به منذ يعني حوالي 7 سنوات، يعني ما بعد حصول الانقسام الفلسطيني. نحن لا نريد أن نكثر من اللوم والعتب على أهلنا في الضفة الغربية، لكن الواقع هناك بالفعل واقع مرير وصعب جدا، مورست على الناس هناك خلال السنوات 7 الماضية يعني الكثير من الضغوط والهجوم على فكرة المقاومة ومشروع المقاومة وكل من يفكر في المقاومة سواء كان من حماس أو من غيرها. هذا الكلام تم على يد الاحتلال وهذا أمر طبيعي، ويعني لعله لا يؤثر كثيرا في الناس لأننا يعني جربناه في سنوات الاحتلال، لكن الأمر الذي يعني هو فارق حقيقي خلال السنوات الماضية للأسف كان تصرف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التي تقمع المقاومة وتلاحق رجالها وتمنع حتى مجرد الحديث أو المسيرات أو الاعتصامات، فما بالك بامتلاك السلاح والعمل المنظم المسلح الذي يهدف إلى مقاومة الاحتلال وتأديب المستوطنين. ومع ذلك نحن نقول هذا ليس عذر للناس، المطلوب من كل القوى في الضفة الغربية وكل الفصائل وفي مقدمتها حماس والجهاد وكل الفصائل حتى كذلك فتح، مطلوب من الجميع أن يخرجوا من هذه الدائرة، لأن ما يجري الآن في القدس هو أكبر وأخطر بكثير من أي خلافات ربما تكون داخلية. من يتابع الإعلام العبري ويعني أنا أعرف اللغة العبرية جيدا يرى بين أصوات السياسيين والمفكرين وحتى الإعلاميين الصهاينة عداء مستحكما لكل ما هو فلسطيني بل ولكل ما هو عربي. من يدرك حقيقة الصهاينة يعلم أنهم لن يعطوا الفلسطينيين عن طريق التسوية أي شيء، كما أنهم لم يعطوا العرب قبل ذلك أي شيء. هذا الاحتلال المجرم النازي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة والدم ولغة المواجهة المباشرة،
وهو لن يغير قناعاته أو لن يخفف حتى من إجراءاته وجرائمه في القدس وفي الضفة إلا إذا دفع دما من رجاله ومستوطنيه وقادته السياسية، عند ذلك يحسب حسابا للشعب الفلسطيني وللأمة عموما. نعم، أشكرك الأستاذ حسام بدران الناطق باسم حركة حماس في الخارج، شكرا لك. أعود لك سعادة الدكتور عساف الشوبكي، ربما كنا نتحدث عن الديموغرافيا في القدس، كيف يمكن أن ندعم أن صمود هؤلاء، لا سيما أنه مبشرات ما قاله الأستاذ زياد. يعني ما قاله الأستاذ زياد شيء مفرح عن الزيادة السكانية، لكن خلينا يعني نكون واقعيين، رغم هذه الزيادة السكانية إلا أنه المكان هو هو، بل يقضم المكان، يعني بتلاقي الجد والأب والأبناء ربما الذين يتزوجون في نفس البيت، وإسرائيل أو السلطات الصهيونية تمنع بناء غرفة أو جدار حتى لو كان هذا الجدار آيل للسقوط. أيضا لا ننكر هذه الأحزمة الاستيطانية وقضم الأراضي حول القدس، والتي تشكل خطر كبير وخطر مباشر على المدينة المقدسة وعلى المقدسات الإسلامية، ولا ننكر هذا المخطط الصهيوني الغادر والغاشم والذي يهدف في آخره إلى هدم المسجد الأقصى، ولا ننكر أيضا أنه كثير من قادة الصهاينة يعني يتجاوزون في استراتيجياتهم وفي مفاهيمهم حتى حدود فلسطين، ويقولوا أنه حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات ويؤمنون بذلك. يعني ومن هؤلاء وزير الإسكان الإسرائيلي الحالي، وللأسف الشديد جاء في رحلة استجمام إلى البتراء لا نعلمها إلا بعد مغادرته الأراضي الأردنية قبل أسابيع. أنا مع أن يكون هناك موقف قوي لدعم هؤلاء الفلسطينيين المقدسيين الذين يقدمون أنفسهم ودماءهم، وأنا بقول أنه هذه الدماء، دماء الشهداء، هي الأبهى والأنقى والأطهر والأصدق من كل مؤتمراتنا والأصدق من كل تصريحاتنا، ولا تضاهي هذه الدماء إلا دماء مثلها تسيل من أجل الأرض والعرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية. هم ماضون في مشاريعهم ونحن أيضا ماضون في مشاريعنا، اللي نقول باستمرار إنه فلسطين عربية وإسلامية من البحر إلى النهر، شاء من شاء وأبى من أبى، وستعود يوما، هذا يعني معتقد أنه ستعود يوما إلى أصحابها، وسيندحر هذا العدو وسيغادر هذا العدو، شاء أم أبوا، يوما ما، ربما على يد أبناء أبنائنا أو أبناء أبنائهم سيأتي صلاح الدين جديد، ويأتي فاروق جديد ربما ليس على ناقته بل على طائرات، على طائراتهم، هذه الطائرات وهذه الأسلحة العربية التي لا توجه إلى الغرب، لا توجه إلى العدو الصهيوني، هذه التي للأسف الشديد الآن توجه إلى العرب. آن الأوان إنه، وأطلب من هذا المنبر أن توجه إذا ما استمر هذا العدو الصهيوني هذه الصواريخ وهذه الترسانات العربية، ونحن نقرأ ترتيب الجيوش العربية، أنا أذهل أنه دول عربية بدون تسميتها تصرف عشرات مليارات الدنانير على الأسلحة العربية. لماذا تريد أن تتحول من عين العرب إلى القدس؟ لماذا لماذا لا توجه وتوجه يوما ما، وهذه أمنية، إلى هذا العدو الصهيوني الغاشم المتغطرس؟ طيب احنا ايضا يعني حلقتنا كانت بالاساس يعني عن قصه الموقف الاردني وسحب السفير، كان هناك استطلاع للمواطنين، سمعنا منهم شو رايهم بقصه سحب السفير، كما بدانا بالقصه سننتهي بالقصه ثم نعقب على هذا الاستطلاع بعد اذنكم، نشوف الاستطلاع مع بعض. اول شيء احنا بنحيي على الخطوه اللي عملها انه سحب السفير الاردني من اسرائيل، ولازم برضه انه احنا برضه كشعب اردني والشعب الاردني كله خير
انه احنا نكون ايد واحده وما نسكت على هذا الشيء، والله قد في الخير. هلا قرار سحب السفير من اسرائيل كان قرار كثير منيح وكان لازم يجي من اول يعني، وهو خطوه كثير منيحه بتثبت قد ايه احنا بنحب الشعب الفلسطيني وقد ايه لازم نوقف معه. قرار سحب السفير هو قرار صائب من وجهه نظري، لانه يعني من وجهة نظري ما عمل إشي يعني إشي هيك مجسد على أرض الواقع بفيد المسجد الأقصى. قرار سحب السفينة إحنا تعودنا السكوت بالعادة يعني من الرأي العام، يعني هي محاولة خطوة جيدة لكنها لا تكفي ولا تعني شيء في الحقيقة. يعني إحنا بحاجة لتحرك حقيقي وبحاجة لضغط على الكيان الصهيوني، بحاجة اتفاقية وادي عربة، بحاجة إلى أن ترمى في 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 مكب النفايات ويكون في يعني توجه حقيقي، لأنه ما ظل السكوت أكثر من هيك. يعني ما ظل أن يفعل الكيان الصهيوني أكثر مما فعل حتى يتحرك النظام الأردني وتتحرك يعني وزارة الأوقاف اللي هي يعني شكليا مسؤولة أو يفترض أنها مسؤولة عن المسجد الأقصى. سحب السفير الأردني من إسرائيل هو قرار يعني متوقع وكان وتأخر كثيرا، خصوصا بعد الانتهاكات الإسرائيلية سواء بحق السيادة الأردنية منذ مقتل رائد زعيتر وحتى منذ الاحتلال، منذ الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، خصوصا نحن نملك الوصاية التاريخية والأولى على المسجد الأقصى. مجرد سحب السفير الأردني من إسرائيل يعني إحنا ما اعترفنا فيهم كدولة وما أعطناهم حقهم أو اللي هم بيعتبروه حقهم بأنه فلسطين إلهم وملكهم. يعني لو بدنا نحط سفير هناك إحنا لازم نكتب على السفارة الأردنية اللي هناك، نكتب السفارة الأردنية لدولة فلسطين، يعني حتى من باب الجكر. نعم، إذا أستاذ زياد بدنا نختم بأقل من دقيقة، يعني متأخر لا يكفي لكنه قرار جيد، باعتقادك أنه يخدم المسجد الأقصى في هذه المرحلة بأقل من دقيقة؟ يعني هذا القرار إيجابي بكل نعم. تأكيد، وكان منتظرا ويطالب به منذ فترة، لكن لابد من توضيح أن هناك غياب للاستراتيجية تجاه المسجد الأقصى في الأردن. عندما يكون لديك مقدس وأنت المسؤول الأول عنه وهو معرض للاعتداء، يجب أن تمتلك استراتيجية وطنية. ما الذي سأفعله لحماية هذا المسجد؟ وكيف سأحمي هذا المقدس؟ وكيف سأحمي مصالحي هناك؟ هكذا تتعامل الدول. الأردن لا يملك استراتيجية. يجب أن يملك استراتيجية. لا يملك استراتيجية الأردن. يعني يمكن أن نتحدث بهذه اللغة بأقل من دقيقة. أعتقد أنه يجب أن يملك استراتيجية، وأعتقد أنه آن الأوان لي يعني تضغط أيضا مصر بنفس الاتجاه فيما يتعلق بالسفراء سواء سفيرها أو سفير الكيان الصهيوني. قطر اللي إلها علاقات، بعض الدول العربية اللي إلها علاقات مع هذا الكيان الصهيوني، أيضا مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، يعني تسكير المنافذ أمام هذه البضائع وأيضا مقاطعتها شعبيا. نحن نعرف أنه كثير من الفواكه والخضروات للأسف الشديد في السوق الأردني. الآن الأوان أنه المواطن الأردني يقاطع هذه المنتجات، والآن الأوان أنه المواطن الفلسطيني أيضا يقاطع هذه المنتجات الصهيونية. لابد من موقف شعبي ينسجم مع القيادة، ولابد من موقف للقيادة لينسجم مع الموقف الشعبي وتماها ليعود للأردن يعني الألق ألقه اللي أنا لساتني مصر على أنه خطوة المليون ميل يعني ربما بدأت بخطوة جيدة متأخرة، لكن يجب تعظيمها والبناء عليها وخطوة لاحقة طرد السفير. وهذا ما أتمنى. أشكرك سعادة الدكتور عساف الشوبكي النائب في البرلمان الأردني، كما أشكر الأستاذ زياد الحسن الباحث المقدسي. ربما اليوم قدمنا محاولة لفهم ما يجري وقد أفدت منكما كثيرا كثيرا. أشكركما مرة أخرى. إذن أعزائي المشاهدين، سنبقى مع المسجد وسنبقى نحوم حوله وستبقى أرواحنا تحلق هناك في القدس والأقصى. تصبحون على خير. الله يعطيكم العافية.